مشاهدين ومشاهدي ناين لايف شبكة ان تي ان، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من نهارك سعيد. النهاردة الحد 24 نوفمبر 2013، ويارب يكون يوم سعيد. وعندنا اخبار كتير واحداث كتير جدا في مصر هنقولها لكم، بس بعد ما صباح على ريهام. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير يا ايمان، صباح الخير على كل المشاهدين. النهار جديد على بلدنا، نهار الحد 24 11 2013، وعندنا طبعا فقرات متنوعة النهاردة زي كل يوم. معنا فقرة الصحافة واستعراض لمنشطات صحف المصرية اليوم. كمان هيكون معنا النهاردة فقرة مع دكتور ولاء حسني، مدير عيادة الأطفال بمستشفى العباسية وعضو حملة فرط حركة ونقص انتباه. ودي حملة أطلقوها، أن دي مش شقاوة ولا إهمال من الأطفال، أن في حاجة اسمها فرط حركة ونقص انتباه عند الأطفال. هنتكلم مع الدكتور النهاردة وهنشوف إيه موضوع فرط الحركة ده. أكيد مهم جدا إن احنا نتكلم عن السياحة، وتكلمنا عنها قبل كده كتير، وأكيد هنتكلم كمان بعد كده. ولكن الاختلاف المرة دي إن أكتر من دولة أوروبية لغت الحظر على السياحة لمصر، وإن شاء الله الوضع يتغير في المرحلة القادمة، بس أكيد الأمن أكيد بيحكم كل هذه الأمور. هنتكلم عن تأثير المظاهرات على السياحة في مصر مع أستاذ محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين العرب. كمان هيكون معانا دكتور بسنت فهمي، خبير الاوراق الماليه، وهنتكلم عن اخر الاخبار الاقتصاديه، وهنتكلم عن البورصه وتاثير السياحه على الاقتصاد. يعني فقره تانية برضه هنتكلم فيها عن السياحه. ايوه اكيد، ما كله مرتبط ببعض. أيوة يعني تلاقيه كله اكيد مرتبط ببعض. عندنا ضيفنا النهارده هيكون في اخر نهارك سعيد او في اخر فقرات نهارك سعيد، المهندس حمدي الفخراني، طبعا صاحب الصوالات والجولات في النظام السابق مع الحكومه في عقد مدينتي، واكثر من معركه الحقيقه خاضها، يعني من ابطال هذا الوطن، نائب رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه. ايه رايه في الاحداث الجاريه اللي بتحصل في مصر؟ ايه رايه في لجنه الدستور، في الدستور الجديد؟ كل ده هنناقشه مع المهندس حمدي الفخراني النهارده. طب هنبدأ فقراتنا بأول فقرة الصحافة، هتبقى مع الكاتب الصحفي إيهاب الحضري وهتقدمها ريهام. استنونا بعد الفقرة.